كيفكم؟ كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنقدموا كعب غزال. ندوز ديريكتومون ان شاء الله نعطيكم المقادير ديال العجينه ديال كعب غزال. اول حاجه عندي نص كيلو ديال الدقيق، عندي كاس صغير، هذا كاس غير صغار ماشي كبير، ما عمرش بزاف ما زهر. عندي العسل، عندي السكر كلاصي، عندي صفر ديال البيض، وعندي الزبده. الزبده عندي قيمه 4 ديال المعالق ونص ديال الزبده. ندوز وعندي شويه ديال الملح. ندوز ديريكتومون وعندي الماء ديريكتومون. نقول لكم شنو غنديروا هنا في ديال الملح. غندير هاد الصفار ديال البيضه والبيض ديالو احتفظت بيه حيت غنحتاجو من بعد. عندي الزبده، عندي جوج معالق مع مارينش حيت غندير العسل مع مارينش كما شفتو. ديال العسل، العسل صراحة اللي ممتاز، العسل الحر. بسم الله. غندير الماء الزهر ديالي ولا نضم البيضة. هاد العجينة ديال الكعب غزال هي اللي مهمة بزاف، ما كنعجنوهاش خفيفة وما تنعجنوهاش بالماء دافي، تنعجنوها غير بالماء عادي. غندير هاد الماء الزهر، ولا كان خاصني مازال غادي نزيد غير الماء ديال عادي طبيعي. ما كتعجنش خفيفة نهائيا كما قلت لكم. ندير شويه ديال الماء باش نجمع العجينه ديالي. كتكون قاصحه كما قلت لكم، غير هي خاصها تدلك. من بعد ما قربات تدلك كما كتشوفوا، دابا غادي نشد نجيب ليها معلقه كبيره ديال الزيت. نحاول نزيد ندلكها شويه، راه كترخف كما كتشوفوا. نجيب لها معلقه ديال الزيت. هي كتبغي تدليك صراحه، راه ماشي سهله تقولوا تخلطوها. هذه هي الخدمه اللي كاينه هي في هاد لاباط. غنخليها واحد القسمين ديال المكانه بحال هكا، غادي نغطي عليها وغادي نرجع عاود ندلكها شويه. ندلكها المره الثانيه وعاد نديرها في الثلاجه مده نص ساعه. دابا غنخليها غير واحد شويه ترتاح ونرجع عاود نكمل الدليك ديالها. عاود ما حيدت ليها كيما شفتوا، شفتوا كيفاش دايره. نعاود ندلكها، نعاود ندلكها مازال شويه وعاد نديرها في الثلاجه ترتاح على الاقل واحد نص ساعه ولا ساعه المكانه ولا. من بعد ما دلكتها كما كتشوفوا راه مزيانه، دابا غنديرها مده نص ساعه في الثلاجه. نبغى نخدم ان شاء الله الكعبه ديالي ونجبدها صافي. دابا ندوزو باش نطحنوا اللوز. اللوز اللي ديجا فركتو البارح صراحه، درت شويه، درت نجره ودرت فيها الماء وغسلته هو مزيان، ومني غلى الماء درته في الماء ديريكتومون حيت من الماء ما خليتوش بزاف، ما خاصوش نخلوه يشرب في الماء. وديجا فركته حيت القشره ديالو، ودرت ودرته في منديل وخليته بحال هكا بات ليله كامله. كما كتشوفوا ناشف، دابا بقى لي غير نطحنو. عندي كيلو ديال اللوز وعندي زلافه ديال السكر سنيده.
اللي غندير معاه. دابا ندوز اول حاجه غناخد اندو تروا ديالي. بسم الله غادي نتحل اللوز ديالي ونرجع معاه. دابا غنطحنو بلا سكر، اول طحنه بلا سكر، والطحنه الثانيه هي اللي غادي ندير لي فيها السكر. كتشوفوا دابا غير تفرفش، مازال خاصو يطحن. دابا الطحن غادي نحيدو، نستمر مع كل شيء بحال هكا حتى من بعد ونرجع معاكم. دابا اللوز حنايا صراحه كنخافو منه كيكون ناشف ولا شي حاجه، ملي كيبان لكم بحال هكا كيطلق الزيت كتعرفوه مزيان. الا كان اللوز ناشف صراحه ما كيجيش مزيان نهائيا في الكعبه. علاش؟ سيغتو حنا في اوروبا، هنا في المغرب صراحه عندهم انواع ديال اللوز، هنا ما كنعرفوش شنو نشريو انت وزهرك، ولكن الحمد لله بان ليا زوين كما كتشوفوا، يعني فيه الزيت. كنبقاو نقلبو حنا وكنسولو اللوز اللي مزيان صراحه. الحمد لله بان ليا زوين اللوز صراحه، هادي اول حاجه كنفرح عليها الا كان اللوز مزيان. هي هادي دابا غنديرها هنايا، غنكب هاد الشيء كلشي اللي طحنتو غنكبو هنا، وغادي نخلط معاه هاد الزلافه ديال السكر. اللي بغى يكون حلو اكثر من هكا يقدر يزيد السكر، انا صراحه درت السكر على قدي. هاد الزلافه ديال السنيده دابا غادي نخلطها، غنعاود عاوتاني نبدا نطحن. دابا ديريكتومون غناخد ونعاود نطحن عاوتاني الطحانة ديالي. هادي اخر طحنة، ديريكتومون درتها في قصرية باش نقدر نمعكها مزيان. درت هنايا ربعة ديال حبة مسكة حرة، درت مع سكر كلاصي، وعندي معلقة كبيرة ديال الزبدة كما كتشوفو، وغناخد مزهر. صراحه انا المزهر هو اللي كنستعمل دائما، صراحه هو اللي تيعجبني. بسم الله، معلقه واحده، جوج، شوفي خاصني نقدر نزيد. دابا اول حاجه غادي نديرو غنعجنو هاد العقده مزيان. علاش درتها في القصريه؟ حيت خاصها مازالت تمعك مزيان بحال اللي غنعجنو. كما كتشوفوا هي في البلاصه بدات كتجمع. الصراحه مع اللوز ملي ما كيكونش ناشف ما تيعذبناش، هاي بالزربه ديجا واجده. كما كتشوفوا راه يدي مزيته بحالي مع شنو درت فيها الزيت، هي تبارك الله اللوز صافي كتعرفوها بحال هكا راه عارفوها مزيان. شوف دابا نغطيوه مزيان باش ما ينشفش لينا. خلي يرتاح واحد شويه ونرجع معاكم.
دابا نغطيه واحد نص ساعة ونرجع معكم. خليه يرتاح. إلا كان الحال سخون دخلو الثلاجة وحطوه، إلا كان الحال بارد خليه غير في جنيب وصافي. نصوب على حساب باش غنصوب الكعبة. أنا غندير على 20 غرام. دابا من بعد ما صوبت كل شيء ما نخليهمش عريانين بحال هكا، ينشفوا ليا ديريكتوم. انا كنت كنخدم وكدير عليه منديل، ولكن دابا غنديروا السلوفان صافي، ويكون عندي الدلاك وتكون عندي هذه ديال الشباكيه، جرارة الشباكيه. بسم الله بحال هكا. بسم الله نرجعو هكا على الظهر ديالها صافي، غير ننزلوها بحال هكا صافي. كنبدا ديريكتومون تنسد تنخرج منا داك الهواء اللي كاين، الهواء ما خصوش يبقى فيها مع ملاصق في اللوز صافي. عاد كنبداو نطلعو فيها، عاود نديرو يدينا هكا كنخدمو بحال الشكل ديال الهلال. ما كنقربوش ليها من التحت فين في المنزله، كنطلعو غير على اللوز اللي فوق منها، ومن طو حتى الورقه تاعي كتزيد تجبد معانا. تاكدوا منها مزيانه صافي، كنخلوه في بلاصته وكنقطعو عاود الورقه بحال هكا كما كتشوفوا معايا. شوف الكعبه كيفاش كتجي، كتجي كتبان الوجه ديالها. دابا غندير معكم واحد الشكل اخر. شفتوا طلقت الورقه بحال هكا على الطول، ورققتها عاود مزيان حتى ولا كيبان ليا بلون طافاي. وغادي نجيب غادي نستفهم بحال هكا دابا نشدهم شحال هكا كنجمعهم. هادو نقطع وندير شوية ديال البيض ديال البيض غندير له بحال هكا. زين هادي غنشد البيض تاع البيض، غنشد الشنشلان بحال هكا، من بعد ما كملتهم درتهم على هذا الشكل، درت غير شويه ما درتش بزاف
بغيت نوريكم اللي بغينا واه مره اخرى ان شاء الله نوريكم شي حاجه اخرى عاد. هادو غيباتوا ليله كامله في بلاصه بارده حتى الغد ليه عاد نطيبوه ان شاء الله. هذه الكعبه شوف كي ولات. بعد ما شفتوا الكعبه ديالي باتت ليله كامله كما كتشوفوا تشمعات. غنشد تكون عندي شي شوكه ولا بره بحال هكا، غادي نتقبها ثلاثه ديال التخبات من التحت وغنتقبها من هنايا من كرشه عاود وغادي نغسل. غنبقى متابعه كلهم بحال هكا. دابا من بعد ما كملتهم كلهم تكيتهم درت معلقه صغيره ديال الزبده خليتها دابت شويه. غندهن غير شويه كذا ديالي دابا بخلي غير ندخل الفران. الفران راه سخان، درته 180 درجه شاعل عليها من الفوق ومن التحت. ما غنخلوش تحمر بزاف، غير تبدا تاخذ التحميره شويه حيت اللوز الا مشم العافيه بزاف كيتقدر يتحرق. غير شويه ماشي بزاف، نخليها نخرجها من الفران. بعد ما خرج من الفران باقي مازال غترجع فيه التحميره ديالو حيت خد لي 10 دقائق في الفران. الفران سخون 10 دقائق، دابا يبرد ورجع معاه. بعد ما تحمرات الكعبه كعب غزال ديالي هو هذا كما كتشوفوا، راه جاو واعرين وخدا واحد صراحه اللون صراحه اللي زوين ومخصمش صراحه يتحمروا بزاف مش ميجيوش قاسحين. وقدمت معاهم هاد لي سيجار، درتهم حتى هما صغارين اللي فنتهم في الجنجلان في الجناب. ايوا نتمنى من الاعجاب ديالكم، وبقى ليا غير نقول لكم بالصحه والراحه والى اللقاء.